السلام عليكم حبايبي، الله يحفظكم. راح اعطيكم فقط تعريف عن التوصيل مكيفات انفرتر ميديا، توصيل كهرباء زين الوحدة الخارجية. طبعا نظام التشغيل مثل ما قلت من المغذي او القاطع الرئيسي في الاعلى زين، ومن الوحدة الخارجية وليس من الداخلية زين. اسلاك التشغيل طبعا هذا القاطع راح يدخل عليه الكهرباء من الدي بي، ومن الدي بي راح يجي سلك تشغيل زين، راح يكون بهالشكل اوكي. ثلاث اسلاك زين، الان راح يكون بارد نوترال، ال راح يكون حار سواء كان احمر ولا ازرق ولا اصفر يعني لايف زين، والارث راح تحطه هني زين او في اي مكان مو مشكله زين. تشغيل الوحده الداخليه وشبغه تكلمت عنها راح يكون ايضا من الوحده الخارجيه، وراح يكون الاس سبلاي والكنترول زين. التشغيل الوحده الخارجيه راح يكون سلك ازرق زين على سلك الاس، والتو ان النوترال البارد اثنين راح يكون اسود، و1L اللي هو الحار واحد راح يكون البني. طبعا هذه الاسلاك الثلاثة زين اوكي راح تكون رايحة للوحدة الداخلية، والارث مالها ايضا راح تحطه في اي مكان سواء هني 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 في اي مكان، المهم في القاعدة زين. طبعا هذا راح يكون فاضي زين. هذا ميديا انفرتر 2 طن زين، فقط اسلاك تشغيله راح تكون بهالشكل. الجهة هذه زين لو غطيتها لكم راح يكون ال وان حار من المصدر زين، ولو غطينا هذه الجهة راح تكون 1L 2N S كلهم رايحين للوحدة الداخلية زين، والارضي حطه في اي مكان. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في اوقات اخرى من تعلم مع جمال. اذا اعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الاعجاب، وايضا نشر محبكم. طبعا للحين ما وصلنا المواسير، فقط جالسين نركب الاسلاك، ما في اي كهرباء في المنزل، فقط نجهزهم. نشوفكم على خير ان شاء الله.